إذا الآن غادي نديرو التمرين رقم 8 صفحة 161 ماكسيموم سنة ثالثة إعدادي. إذا نفس السؤال غيزودغ لي سيستيم ديكواسيون سويفون. إذا عندنا لو سيستيم إس وعندنا لو سيستيم إس بريم. إذا غادي نبداو بلو سيستيم إس. إذا هنا أون فا بروسيدي أون فا يوتيليزي لا ميثود دو سوبستيتيسيون. هنا قالوا لنا إكس هو جوج إيكغيك. اذا صافي اذا غادي نمشي لاكس في المعادله الثانيه. هاد اكس هاد اكس هذا غنحيدو غادي نضرب بلاصتو 2 ايغريك يعني 8 في 2 ايغريك. ديك الساعه غادي يبقى لينا اون ايكواسيون ا ان سول انكوني اللي هو ايغريك. غادي نجبدوه ملي غادي نجبدو ايغريك غادي نرجعو عاوتاني للمعادله الاولى غادي نرومبلاسو ايغريك باش ديك الساعه نلقاو اكس. وها حنا لقيناهم بجوج. اذا هنا عندنا اذا لا سوليسيون اس لو سيستيم اس. اذا عندنا هنا اكس يساوي 2 ايغريك. اذا هنا هاد اكس هذا ما غاديش نبقى نديرو فيه اكس غادي نديرو بلاصتو 2 ايغريك. اذا 8 في 2 ايغريك ناقص 7 ايغريك يساوي 11. اذا هذه هي المعادله الاولى. هنا المعادله الثانيه. اذا غادي نكملوا على المعادله الثانيه. اذا غادي نديروا المعادله الثانيه 2. اذا 8 في 2 ايغريك يعني 16 ايغريك ناقص 7 ايغريك تساوي 11. اذا 16 ايغريك ناقص 7 ايغريك يعني ايغريك هو العامل المشترك. اذا تساوي 16 ناقص 7 مضروب والكل شيء مضروب في ايغريك. اذا 16 ناقص 7 شحال هو 9. اذا تساوي 9 ايغريك يعني 9 ايغريك تساوي 11. إذا باش نلقاو إيكغيك خصنا نقسمو هنا على 9. إذا حتى هنا غادي نقسمو على 9. إذا إيكغيك تساوي 11 مقسوم على 9. 11 مقسوم على 9. إذا حنا دابا لقينا إيكغيك غادي نرجعو للمعادلة الأولى. قلنا بأنه إكس هو جوج ديال إيكغيك. إذا غادي نرومبلاسو هاد إيكغيك بهادشي لي يلاه لقينا 11 على 9. إذا غادي نمشيو للمعادلة الأولى. غادي ندير مثلا المعادلة الأولى نقطتين x تساوي 2 ايغريك تساوي 2 مضروب ايغريك شاولا هو 11 على 9. اذا x يساوي 2 في 11 هي 22 على 9. 22 على 9. اذا لقينا دابا لو كوبل x y الذي هو لا سوليوشن ديال لو سيستيم اس. إذا غادي نديرو الخلاصة ألوغ لو كوبل ألوغ لو كوبل ديما كنبداو بإكس. إذا 22 على 9 بوان فيغيكول و إيكغيك يعني 11 على 9 هو لا سوليسيون. إي لا سوليسيون au système S. D'abord, je vais mettre le S prime. D'abord, le système S prime. Et dans ce cas, on va utiliser la méthode de substitution, يعني طريقة التعويض. عطانا هنا y هو 3x. إذا غادي نمشيو للمعادلة الثانية. المعادلة الأولى قالوا لنا y هو 3x. إذا غنمشيو للمعادلة الثانية وغادي نعوضو هاد إيكغيك هذا غادي نعوضوه بثلاثة إكس باش يبقى لينا غير لي زيكس باش نحسبو إكس في الآخر. إذا هادي هي ليكواسيون نيميرو أن وهادي ليكواسيون نيميرو دو. إذا غادي نمشيو ليكواسيون نيميرو دو غادي نقولو 5 إكس ناقص 4 إيكغيك يساوي 14 يعني 5 إكس ناقص 4 مضروب شحال إيكغيك هاد إيكغيك هذا شحال 3 إكس. إذا المضروب في 3 إكس تساوي 14. إذا هاد إيكغيك هذا ضربت بلاصتو 3 إكس حيت إيكغيك هو 3 إكس. إذا يعني 5 إكس ناقص 4 في 3 هو 12. إذا ناقص 12
إكس يساوي 14. إذا 5x ناقص 12x هو ناقص 7x، إذا ناقص 7x تساوي 14، يعني إكس يساوي ناقص 2. إذا إكس يساوي 14 مقسوم على ناقص 7 يعني ناقص 2. إذا إكس يساوي ناقص 2. دابا حسبنا إكس يساوي ناقص 2، إذا غادي نرجعو للمعادلة الأولى، وهاد إكس هذا غادي نديرو بلاصتو ناقص 2، يلاه جبناه باش نلقاو إكغيك ديك الساعة. إذا غادي نمشيو للمعادلة الأولى، غادي نديرو بحال هكا. المعادلة الأولى نقطتين إكغيك تساوي 3X تساوي 3 مضروب في إكس هو ناقص 2، مضروب في ناقص 2 تساوي ناقص 6. إذا إكس هو ناقص 2، إكغيك هو ناقص 6. إذا الكوبل الزوج هو الكوبل موان 2 6، موان 2 موان 6. Alors, le couple moins 2, dis-moi qu'un bidob x, moins 2, moins 6, et la solution du système ou la au système du système S prime, S short. Alors le couple moins 2 moins 6 est la solution au système S'. Et on va faire maintenant l'exercice on va vérifier lequel des deux systèmes A et B, je connais fait, qui admet la diakbel le couple, je comme solution. إذا سهل، إذا غادي نعوضو x بجدربها جوج، y بجدربها ثلاثة في هاد لو سيستيم وفي هاد لو سيستيم، ونشوفو هل هادشي يساوي خمسة هنا ويساوي صفر هنا، ونشوف هادا. إذا لو سيستيم A، إذا غادي نشوفو هنا في لو سيستيم A، ولا بلاش، المهم غادي نشوفو، غادي نديرو جذر مربع اثنان مضروب فهاد جذر مربع جوج، هذا جذر مربع جوج، هاد إكس زائد جذر مربع ثلاثة مضروب في إكغيك، يعني إكغيك هو جذر مربع ثلاثة، غادي نشوفو تساوي شحال. تساوي إذا جذر مربع في جوج في جذر مربع جوج هي جوج، جذر مربع ثلاثة في جذر مربع ثلاثة هي ثلاثة، إذا جوج زائد ثلاثة تساوي خمسة، فعلا تساوي خمسة، تساوي خمسة. وهنا جذر مربع ثلاثة مضروب جذر مربع جوج في إكس ناقص جذر مربع جوج في إكغيك، يعني جذر مربع ثلاثة مضروب جذر مربع ثلاثة تساوي، إذن جذر مربع ثلاثة في جذر مربع جوج هي جذر مربع ستة، حيت كنديرو جذر مربع ثلاثة تساوي جذر مربع ثلاثة في اثنان، كاين هذيك القاعدة ناقص جذر مربع اثنان في ثلاثة بحال تساوي صفر، إذا جذر مربع ستة ناقص جذر مربع ستة إذا صفر. إذا هاد لو كوبل هذا إلي سوليسيون بوغ هاد لو سيستيم هذا. دونك لو سيستيم، donc le système A admet yaqbalu admet le couple jadr mربع 2 jadr mربع 3 comme solution yaqbalu ka hal. دابا غادي نشوفو، غادي نجربو هاد لو كوبل، دابا غادي نجربو هاد لو كوبل وين في هاد لو سيستيم بي، فهذا غادي نشوفو هل تتحقق هاد المعادلة أم لا. إذا غادي نشوفو، إذا هنا كاين، غادي نشوفو هنا، إذا غادي ناخدو هنا اللول ديال هاد لو سيستيم، هنا غادي نعوضو إكس ويكر وغادي ندير الحساب وغادي نشوفو هل يساوي ناقص واحد أو ثلاثة هنا. إذا غادي نديرو جذر مربع اثنان مضروب
راه قلنا دائما اكس دائما راه هو جذر مربع 3 ديما هو هذا، لا جذر مربع 2، اذا جذر مربع 2 دابا ناقص هنا ناقص، اذا ناقص جذر مربع 3 مضروب يغريك هو جذر مربع 3. اذا غادي ندير الحساب، جذر مربع 2 في جذر مربع 2 هو 4، جذر مربع 3 في جذر مربع 3 هو 3، اذا 4 ناقص 3 يساوي 1، وماشي ناقص 1 يساوي 1، يساوي 1 يعني بين قوسين يعني لا يختلف عن ناقص 1 اللي خصو يكون، يختلف عن ناقص 1. اذا غير هذه كافيه باش نقول بان هذا لو كوبل ماشي سوليوشن بالنسبه للو سيستم بي. وانا غادي نجربوا الثانيه، جذر مربع 2 مضروب في اكس يعني جذر مربع 2 ناقص 1 تساوي، اذا جذر مربع 2 في جذر مربع 2 هو 2، 2 ناقص 1 هو 1، هو 1. وهنا راه يختلف عن 3، وحده فيهم غير الا لقينا وحده فيهم لا تساوي، اذا راه ماشي سوليوشن صافي. دونك هذا لو سيستيم، دونك هذا ماشي، دونك لو كوبل جذر مربع 2 جذر مربع 3 n'est pas une solution. N'est pas une solution. حيت هما قالوا لنا في الاول شكون فيهم، يعني واحد اللي غادي يكون راه لقيناه هو السيستم A. N'est pas une solution au système B. AB. إذن فقط le système A هو le système qui admet le couple jذر مربع 2 jذر مربع 3 comme solution.